تأتي مشاركتنا ضمن يعني المشاركة السنوية في إقامة المعرض واللي جاء بعد سنتين من الانقطاع لسبب جائحة الكورونا. والحمد لله تعالى كان إقامة هذا المعرض يعني بعد انتظار من القراء، من محبي الكتب، من يعني الشباب المثقف في اسطنبول، الجاليات العربية عموما. وفي يعني الحمد لله هي السنة كان في عدد كبير من المشاركات من دور النشر من داخل أو خارج تركيا، وهذا شيء جيد بالإضافة للكتب الجديدة والإصدارات الجديدة اللي صدرت في بلادها وما كان لها طريق أن تصل إلى اسطنبول. يعني كان أو صار بإمكان القراء يعني يقتنوا هذه الكتب بعد طول الانتظار. طبعا الجالية الأشهر في تركيا هي الجالية السورية، لكن عم نشاهد بوضوح يعني الجاليات الأخرى، الجالية المصرية، الجالية اليمنية، الجالية الأردنية، الفلسطينية، الجاليات بعمومها الجاليات العربية هنا في اسطنبول تأتي إلى المعرض، تقتني الكتب، تهتم بهي الفعالية والظاهرة الثقافية. الحمد لله تعالى يعني يبدو من الأيام الأولى أنه الإقبال كثير جيد، الناس ما زالت تحب الكتاب، ما زالت تقتني الكتاب، ما زالت أمة اقرأ تقرأ وتحب الكتاب الورقي، وهذا الحمد لله شيء مبشر. شاركت بجناح الخط العربي، جناح الخطاط حجازي، لإبراز دور الخط العربي في خدمة الكتاب. مثل ما بنلاحظ انه اغلب الكتب 90% من عناوين الكتب مكتوب بالغلاف بالخط العربي، فهذا شيء مميز بيميز الخط العربي انه بيخدم الكتاب في هذا المعرض. لابراز دور الخط العربي انا قمت بالمشاركه بهذا الجناح، وكانت تجربه ناجحه جدا واقبال مميز حقيقه هذا العام. جديدة اليوم انا سلطت عليها. اهلا وسهلا. اهلا اهلا دكتور، مرحبا. بشتغل فن ال 3D ونموذج هون عن شغلي، اشتركت مع جمعية شام للفنون التشكيلية ضمن اطار المعرض السنوي للكتاب العربي في اسطنبول. مشاركتنا اليوم هي في فن الحروفيات، بعض من لوحاتنا في فن الحروفيات والفلكلور اليمني وخط المسند بالذات. هدف مركزنا والشغل اللي نشتغل عليه هو تطوير لفن التراث اليمني وبالذات خط المسند في مجالات الديكور والفنون التشكيلية بشكل عام. فن الحروفيات، تطوير الحروف واستهداف فئة الطلاب المغتربين من اليمنيين وربطهم في ثقافتهم اليمنية. كان لنا الشرف نحن انه نشترك بهذا المعرض الدولي السادس للمعرض الكتاب العربي. وعلى من فعاليات هذا المعرض عملنا المعرض السنوي لجمعية شام للفنون التشكيلية، وهذه المرة الثالثة التي نعمل هذا المعرض بالتضامن مع معرض الكتاب. اشترك في هذا المعرض حوالي 40 فنان تشكيلي من مختلف البلدان العربية، من سوريا، من العراق، من اليمن، من فلسطين، وقدموا أعمال مختلفة، منها تصوير زيتي، منها تصوير مائي، منها أكريليك، ومنها أيضا فنون تطبيقية، ومنها منحوتات خشبية وأعمال فنون تطبيقية.